اي زمان كان ايش الله يبارك كذا الحمد لله. لا لل يعني اي اتخاف انا شيطانك. اي انا شيطانك انت ذاتك. الدمر رمضان لكن والله شفت مع الدولارات ومع الريالات ومع التوكيلات الامريكيه دار تجي مع رجال الاعمال ليل والله بس اقعد مطوخ كذي. اهم بقول اقول لك يعني دي فرصه وجاتك فرصه وجاتك في مكانك اسرعه قبالي تحت الدعم مع ناس الديش ومع الشعب السودان الخير البجيب السياسه كتير تبقى خطير زي عمر البشير في ظل اعتصام في ظل اعتصام واستمتع بالبلد الكبير اهي 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 اسمع هاي رد 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 لزولك ده رد رد انا وسعادتك هي التفاصيل هنا مكتوبه جاهزه وقوات الانتشار كمان جاهزه اما الخلايا ما مقصرين معانا نهائي ابشرك الاعتصام ده حنفضه حبه حبه وزول لايفات بقى معانا شفته بلسانه ويده الخفيفة دي ما مقصر وكيزانه كمان معانا وجداده كلهم جاهزين هسي بعد المولير هنا احنا عايزين نركز في الأهم في تشويه الاعتصام انهم نطلع اشاعات انهم هم مخربين ونطلع انه اشاعة انه في اختلاط ونطلع اشاعات انه في سلاح وينقبض كويس وذي المخربين يا سعادتك مخربين والله شكرا لك يا سعادة والله والله دل كلام الكلام الزول ده امسك فيه قوي والله الزول ده شفته معاه عقاب الكيزان ومعاه عقاب الناس المتمصلحين ده امسك فيهم انا بسوي لك اي حاجه انا شيطانك ده لكن والله قصه انه يعني الشرفاء الداخل الدعم السريع والشرفاء في الجيش ديل اني يعني اخليهم ما يجيهم مع الشعب السوداني والله ده عاده بقدر عليه.